انا مها بموت في الاكل، بس ساعات تاني يوم كنت ببقى حاسه بانتفاخ كان في طوبه واقفه هنا، ببقى مش طايقه نفسي. لما بدات اكل اكتيفيا كل يوم معدتي ارتاحت. لان اكتيفيا مش زي اي زبادي، هو الوحيد بخبيره الاكتي ريجولاريس، فبيحسن عمليه الهضم. الانتفاخ راح وبقيت دايما مرتاحه وطعمه يجنن. انت كمان جربي اكتيفيا كل يوم، ولما تحسي بالفرق ابعتي قصتك عشان تحكيها في التلفزيون.